السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جينا نديرو واحد الرغيفات كيجو زوينين، ياكلهم الإنسان في الكوتي ولا يحطهم للضياف، كيجو رائعين. بسم الله على بركة الله. عندنا المقادير، عندنا ربعة تاع الفورس، ديال الفورس الدقيق الأبيض 250 غرام. عندنا كنحتاجو النشا باش نورقو، عندنا الخل ملعقة الخل، عندنا ثلاث معالق جوج معالق ونص ديال الزبدة، أنا عندي كانت باردة في الثلاجة حكيتها، يمكن لكم تخلوها تاخد الجو ديال الغرفة باش تسهل عليكم في الخدمة. عندي كاس ديال العنبة ديال الحليب، وعندي قبسة الملح. على بركة الله هاد النشا غنحيدوها تنبغو نورقو ان شاء الله. عندنا الزبدة، ناخد ملعقة، نجمع معالق هنا اونص ديال الزبدة محكوكة بهذه الطريقة هكا، الا كانت عندكم في الثلاجة، الا كانت في الجو ديال الغرفة كتكون مطلوقة شوية كتسهل عليكم في الخدمة. حتى هكا ملي كتحكوها راه كتطلق، ديروها بالحكاك وحكوها وغادي تجي مزيانة. صافي، عندنا قبسة ملح، نخدم بيديا ندعكو هاد الزبدة هنا مزيان في هاد الدقيق. تدخل مزيان الزبدة، حكوها مزيان باش تدخل، باش كتجي هي اللي كتعطينا ديك القرمشة. ساهلين وكيجو زوينين. يلقوا المناسبات، يلقوا الأعياد، يلقوا يكون عندك شي ضيف. صافي، قبل الطريقة هكا. صافي، كناخدو معلقة ديال الخل، هاد المعلقة اللي درت فيها الزبدة، معلقة ورانا في نفس الوقت كنطيب العسل. اللي ما عندوش عسل يبدا يخدم في العجين ومن هاي يحط العسل يطيب. انا درت غير العسل ديال الدار. يبغى يشريه كيكون جاهز موجود، توفر في كل بلاصة. انا ما موجودش عندي دابا، درت ديال الدار. دابا نجمع به الحليب. بسم الله، الحليب على حساب الخليط، الا كان خصنا غادي نزيدوه. نشوفو شحال غادي يخصنا، الله يقدر يكفينا. الكوه سمحوا لي كاميرا كتتململ على هذا الشكل هذا. صافي، كتجي قاصحه شويه. صافي، غنغطوها دابا ببلاستيك وغادي نخلوها ترتاح واحد شويه وغادي نخدموها. دابا كنرشوا بالنشا، كنورقوها مزيان مزيان مزيان، نديروا لها النشا بزاف باش، لان النشا حتى هي كتعطيها
هي اللي كتخليها مورقه. صافي كنورقوها مزيان بحال هكا. انا ما خليتهاش ترتاح بزاف، نتوما تقدروا تخلوها ترتاح شويه باش تساعدكم في الطراق. على الاقل 10 دقائق. انا مباشره بديت نورق فيها. بقاو غادي معاها حتى كنبقى كاملة جات. غير بشوية بحال هكا. اللي كيبغي يرققها شويه يرققها، اللي بغى يخليها واحد شويه بيضة واحد شويه يخليها، ماشي مشكل، لان هي في الاخر غادي تولي مورقه وغتولي اللي تقلى غتولي مقرمشه بالطريقه هذه. الطريقه هذه انا راه كنورق بشويه حيت الكاميرا كتنمل ليا، داكشي علاش انا غادي معها دقدق. كنرشو شويه ديال هذه النشا. نزيدوها شوية باقا. الطريقة هادي صافي كنقرصو على الطريقة هادي. كرشو شوية ديال النشا مزال، هنا النشا راه هو اللي كيعطي الطراق. صافي وغنبداو نلوو فيها، نلووها على الطريقة هادي. نكرزو في اللول صافي. كنبداو بحال هكا ندورو فيها مزيان بحال هكا بالطريقة هادي. غادي ناخدو شوية ديال الماء باش نسدو بيه هاد الأطراف اللي هنا ما يتحلوش لينا بهذه الطريقه هذه بشويه. صافي كلوا عليه.
صافي دابا غادي نقطعوهم. كنبقاو باقا محلوله بحال هكا، كنزيدو واحد شويه ديال الماء باش كتلصق لينا. قطعوها بحال هكا صافي، كنخلوها دائريه، كنديروها دائريه بحال هكا. كنقطعوهم كاملين بهذه الطريقه هكا، نديرو قياس واحد ليكم، تهزو وحده بحال هكا وتعبرو بها. انا عيني ميزاني شو شويه تاع النشا، ضروري النشا، النشا هو اللي كتبقاو تخدمو بيه. صافي كنورقوها، الطريقة هادي صافي بحال هكا. الا بغينا نديروهم هكا طوال نقدروا نديرهم طوال بحال هكا بهذه الطريقه هكا، كيجونا زوينين. هادو البلايص اللي كيبانو لينا شويه خارجين على بعضياتهم تنقادو. صافي دابا انا غنبقى نكمل هاد الكميه اللي عندي وغادي نرجع ان شاء الله. ها هي الكميه ديال الريف ديالنا من بعد ما كملناهم، ها كيفاش تيجيو من الفرق، ما كنغلطوهمش بزاف، ندير لهم هاد الغلط هذا. غادي دابا ندوز ان شاء الله نقليهم وانتم معانا. صافي دابا درنا الزيت كيسخن، انا نبداو نرمو فيهم هاد الريفات. بسم الله نرشو عليهم بحال هكا الزيت نقص البوطه باش ما يتحرقوش لينا بحال هكا، مادام كنرشو الزيت وهما كيتنفخو بهذه الطريقه هكا. غادي نقلبوهم قبل ما يتحرقو لينا من التحت، لأن كانت البوطة شوية مجهدة. نحطو واحد اخر
نبقى نرشو عليها بحال هكا الزيت سخون حتى كتنفخ ليا. اذا هذاك الفيتاج ديال العجينه غير كيتحركو وتحطو ليه من بعد صافي كنقلبوها. كتبان لينا بياضات صافي كنقلبوها. من بعد ما كملنا الرغيفات ديالنا في الطليان ها كيفاش تيجيو. انا عندي هنا الصوص ديال الشوكولات غادي هو اللي غادي ندير، مابقاش غندير العسل لان يعني الدراري بغاو ليا هاد الصوص. غادي ندير ليه بحال هكا لانه ما حلو بزاف. صافي اللي بغا العسل يديرو، اللي بغا الكوفيتير يديرو، كل واحد و على حساب الرغبة ديالو. صافي غادي ندير اللوز هنا و الكاوكاو مخلطين، هما لي عندي دابا هنا في الدار غادي نديرهم جوج. صافي بهذه الطريقة هذي صافي على هذا الشكل هذا كيجيو زوينين رائعين. كنتمنى انهم يعجبوكم وكيجيو مقرمشين مرقين. كنتمنى انهم يعجبوكم واللي شاف الفيديو بارطاجيه ويدير جيم ويشترك في القناه ويدير لي لايك يشجعني بكومونتير ولايك وشكرا وبارك الله فيكم.